أطفال في ريف إدلب يصنعون ألعابهم بأيديهم. لم تمنع حالة الفقر والوضع المعيشي السيء أطفال إدلب من البحث عن مصادر البهجة والسعادة إلى قلوبهم. صنع أحد الأطفال لعبة الغازول بيده وأعطاه لرفاقه الذين صنعوا مثله، وصنعوا الكثير من هذه اللعبة الصغيرة الجميلة. ليجتمعوا ويلعبوا ويتشاركوا معا وسط فرحة عامرة وسعادة لا مثيل لها. لما رجع للزيت نفسه وتلفوا على البقرة لكب لك الغازول أو المغزال أو الصياح هو أحد الألعاب التي تقوم على اللعب بشيء يبرم ويدور حول نفسه بشكل كبير. يقوم بها أطفال سوريا عندما كانوا صغارا، وهي لعبة مصنوعة من الخشب أو البلاستيك المضغوط، وتبرم وتدور بشكل كبير جدا ومستمر على الأرض بشكل كبير أثناء برمه أو غزله أو دورانه، ومنه أخذت هذه التسمية. خلاص اخترقها هيك اتركها. ورجينا المسمار كيف نزلته. ديروا لعندك. ورجي لاحمد. بنجيبه هيك ونحط طبق بنبعته هيك ونجيبه هيك ونحطه ونجيب الزيت. الغازول. يصنع الأطفال غازولهم الجديد باستخدام أغطية القوارير البلاستيكية وأحد المسامير وخرطوم صغير وخيط قوي. يتم جمع الأغطية وعددها 2 على بعضها، ويتم ثقبها ووضع المسمار بالمنتصف، وعقب ذلك يتم لف الخيط ووصله بقطعة من خرطوم صغير لحماية يدهم أثناء شد الحبل، ويتم شد الحبل بقوة فينتج عنه غازول قوي وجميل. السعادة لا تشترى بالمال بل تنبع من القلب، ومثال هؤلاء الأطفال.